عيطوا لي ناس زواج ساعتها نص ثلاثة تاع العشية ما بانيش أنا. قال لي راجل سهلة وطلع للدار طبطب حل الباب ضربها بالسكينة ما بانيش، خصها ضربة خفيفة أنا باقي قاعد. عيطوا لي جوار ربعة ونص لخمسة قال لي ماتت ما بانيش ما باني بوالو أنا. أنا خو خوسة أنا ذبحوا قدامي هو عجا حلت الباب هو قال لي وعخرج انا كنا نحكي معها في ساعه هو خرجت انا وعجبت لك رد بها ما كنت هو عبيتك هو اللي كان كهرب هو هو عملنا ضربها من هاد بها وعشان واحد سكران هو جا سكران سلمنا عليه دخل الصالة هيك قال لي ياك اخرجي خليني حال احكي معاها وسكن مات خرجت سمعت ولدها يبكي رحت مديت له السيسات رحت مديت له السيسات ايه بات رحت مديت له السيسات بات كنت اسمعها مش غير ترغي وتعيط تبحها كل كبش ترد كل كبش تخد في الدم مكة منا بعدين هبطت حلت الباب بأكمل حنان عطاها هبطت ترتخد أخي أنا أقول لك متكي راكدة في فراشية قال نشوف الراجل خارج قلت وين رايح قال لي وحس في كرتين رايح نطلع نشوف راح خرج الطفل قدام باباك مريض نحكي باباك شوفي وين راح يتحت في الطريق قال رجع لي قال لي نقول لك يا مدامة الكرتي تاعنا مقلب أي بنت سعيدتي بان أي دايم ربي هني نقعد وما تتسيح وضاير بها الغاشي نساوي رجال